وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد محمود إسماعيل المحلل السياسي. سيد محمود أهلا بك. مرحبا أهلا وسهلا بك. نعم سيد إسماعيل. سيد محمود، ما رأيك في استمرار العدوان على مدينة غريان، خصوصا يعني يتم العدوان عليها بمساعدة من الأطراف الخارجية مثل فرنسا، ما إلى ما تشير هذه المؤشرات، يعني استمرار هذا العدوان على مدينة غريان؟ بالتأكيد لا شك أنه نوع من العدوان المترتب على ليبيا، سواء كان مضمون وواقع عمليا، أنه من المهم جدا الإشارة إلى أن فرنسا ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة أنها جمعية شعار الدول وعلى رأسها الإمارات العربية والسعودية وأيضا مصر، وهذه دول تسعى عملية الانتقام من الناحية الأولى، ومن الناحية الثانية إرجاع الهزيمة التي نجت فيها سقوط مدينة غريان من الناحية الثانية، وأيضا العمل على إمكان خلق نوع من الفوضى في الدولة الليبية من الناحية الثالثة، مهما كان وكيف كان لن تسقط غريان ولن تسقط ليبيا، والذي يسقط وسقط فعليا حفتر وعصابته. نعم. من الناحية الأخرى يجب أن يقال أن هذا العدوان كان من المهم وسيظل من المهم على المجلس الرئاسي والإجراءات الرئاسية أن تتخذ إجراءات لما يليق بوجود عدوان على ليبيا، وهذه الإجراءات يجب أن تكون محليا ودوليا قانونيا وسياسيا، ومن المهم جدا التولي إلى الأول العمل على رفع دعوة بشكل مباشر إلى مجلس الأمن من أجل وجود نوع من الشكوى وهي حقوق ثابتة للدولة الليبية. يبدو أن الإجراءات جد خجولة فيما يتعلق بالمجلس، الإجراءات الخجولة هذه أدت إلى ما يتعلق باستمرارية العدوان وعدم اتخاذ إجراءات تليق بحجم الإشكال. من الناحية الثانية على القوى الفعلية من الجيش الليبي عليها فعلا أن تتحد وأن تحاول قدر الإمكان صد هذا العدوان في كل المناطق وأن ترجع أكثر وعصابته إلى حجمهم الحقيقي، فهو مجرم حرب يجب أن يقدم إلى المحاكم المعاقبة وسيقدم بإذن الله عاجلا غير آجل. نعم سيد محمود، يعني ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به حكومة الوفاق يعني بالذات في هذه المرحلة؟ هناك أقول على أساس سياسية وإجراءات أخرى. من الناحية الفعلية أولا الإجراءات الأمنية، من المهم جدا الدعوة إلى عملية تنفيذ الصفوف والعمل على صد العدوان. من الناحية الثانية يجب وجود وتوجيه قوات إلى حماية غريان والعمل على مساعدة القوات المدينة والاستجابة لنداءات رئيس المجلس البلدي وأيضا وجود القوات المرابطة بمدينة غريان. من الناحية الثالثة العمل على توفير أيضا حماية فعلية من النوعية السلاح والعمل على استخدام طيارات أمن الدول الصديقة أيضا واستحالة مع الدول التي تستطيع العمل على حماية للدولة الليبية وشرعيتها، وهو أمر واجب على الجميع. نعم. نحن القانونية يجب رفع دعوة بشكل مباشر إلى ما يتعلق بمجلس الأمن ودعوة إلى الجمعية العامة من أجل المرتدية بشكل فعلي وعلى رأسها فرنسا والإمارات العربية والسعودية ومصر، والعمل على تنزيه وترتيب عليها أيضا التزامات، لأنما هذه الأضرار تسببت بفعل قصفها وبفعل عدوانها وبساعتها للمتمردين لا يمكن الوثوق فيهم. من الناحية الثانية يجب القول واحدة أن ليبيا تنهي أكثر وتنهي أكثر، وأنه لا مجال لوجود علاقات مع دول تقوم بالعدوان على ليبيا شكلا ومضمونا. نعم. السيد محمود إسماعيل المحلل السياسي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.